بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان عبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل في الكتاب ألا تتخذوا وكيلا ذرية من حملنا مع نوح كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم.